مرحبا. واضح. انا تقى شرف الدين، عندي 26 سنه، متخرجه من كليه الطب. بحب جدا من زمان اللبس والقماش، وان انا اقعد اعمل لبس العرايس. انه الدراسه عندنا بتبقى صعبه وطول الوقت في ستريس، فمحتاجين انه دايما نلاقي حاجه تانية مختلفه نعملها، او هوايه نطلع فيها الستريس شويه اللي بيجي لنا من الكليه. كان الموضوع بالنسبه لي هوايه بس من وانا صغيره مش اكتر، بس بدا يتطور معايا ان انا بدات اعمل لبس لنفسي. لما دخلت الكلية اصحابي بدأ يعجبهم اللبس ويشوفوا ان هو مختلف وان هم عايزين منه. الموضوع بدأ في الاول ان هو يبقى كادوهات ليهم، لانه انا كنت بحب اشتغل في ماتيريالز واطلع بيس كده الناس لابساها. بعد كده فكرت انه ليه ما يبقاش بيزنس ويبقى مشروع ليا جنب دراستي. بشوف رد فعل الناس انه ايه اللي انت بتعمليه ده، ايه علاقه الطب بالتصميم بالتفصيل بالقص كنت ساعات بتضايق وساعات بقول طب ما يمكن هما اللي صح يمكن انا اللي غلط. فكرت انه ابدا الاول ببيج اونلاين الناس تشوف شغلي واعرف منه يعني انا فعلا شغلي حلو ولا بس مجرد انه يعني هواية وخلاص. فعملت البيج وبدأت الناس تتفاعل معاها وتطلب من الحاجات اللي أنا بنزلها. ده حلم أنا كنت عايزة أوصل له. ممكن أبقى دكتور الصبح مثلا في العيادة أو في المستشفى، وبعد الظهر عندي شغلي الخاص أو عندي هوايتي الخاصة أو عندي حياتي التانية اللي أنا عايزة أعيشها. مش لازم إنه يبقى كل الحياة متركزة بس في الدراسة والطب وخلاص. شايفه انه البنت لما تبدا شغل وتبقى مسؤوله او تبقى عارفه تدير حاجه، ده بيديها ثقه في نفسها قوي، بيغير جدا من شخصيتها وبيخليها تفكيرها يروح لحاجات مفيده اكتر، وبتخلي كمان الناس بتشوفك بشكل مختلف، بتشوف انه قد ايه انت شخصيه مسؤوله وقادره تشيلي مسؤوليه وقادره تكملي حياتك من غير ما تبقي محتاجه لحد. فدي اعتقد بوينت حلوة قوي لازم تبقى في كل بنت، يعني بالذات في مجتمعنا. شكرا. واضح.